علاج الخلع. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي واحبائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي اردنا توضيح علاج الخلع. اعزائي، يشاع بشكل عام ان التدليك الجسدي وتدليك الجبهة يساعدان بشكل كبير جدا في علاج الخلع والتخلص من مشاعر الهلع والخوف بشكل كبير جدا، إضافة إلى استراتيجيات التحكم البدني التي تدرب المريض على التحكم أكثر بانفعالاته والتمتع بالراحة النفسية والتخلص شيئا فشيئا من مشكلة الخلع. وأيضا أعزائي، للأسف كما نعلم بأن الخلعة تحتاج إلى بعض الوصفات، مثل القليل من البابونج ووضع البردقوش وشربهما. هناك من يقول بأنها طريقة فعالة.